الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أياما معدودات ونحن في يوم آخر من أيام هذا الشهر الفضيل، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. أحبتي في الله، العبادات في الإسلام لها خيطان إن صح التعبير، خيط يربط المؤمن بربه، وخيط آخر يربط المؤمن بالمجتمع بإخوانه المؤمنين، بدءا بالأرحام، الأقارب كالوالدين، الزوجة، الأولاد، الإخوة، ذوي الأرحام كما تعلمون، والجيران، وإلى غير ذلك، إلى أمة الإسلام جميعا. ومن ثم نلاحظ أن جميع العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج كلها الخيط الأول نتقرب فيه إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن نصلي إلى الله، ونصوم لله، إن الصوم فإنه لي، ونحج لله، ونزكي لله، وهذا الذي نجده في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لأن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى، والإنسان لا يجوز له أن يتقرب إلى غير الله أو مع الله بشيء من عبادته، لذلك يعني يدخل في الشرك والعياذ بالله. والشرك هو أن نشرك عبادتنا أو نشرك الله عز وجل في عبادتنا، أن نعبد مع الله أو من غير الله آلهة أخرى والعياذ بالله. لكن هناك أمر آخر يجب أن لا نغفل عليه، وهو البعد الاجتماعي، كل العبادات بالاستثناء. شوفوا، الصلاة هي لله، ولكن نصليها جماعة، لماذا؟ ونصليها في الجامعة، لماذا؟ حتى يلتقي المسلمون 5 مرات، أصحاب الحي على الأقل يعني يلتقون 5 مرات اليوم في الجامعة، وسمي الجامعة لأنه فيه جماعة يجمع المسلمين، فالمسلمون يتعارفون في المسجد ويتآلفون في المسجد، ومن ثم يتعاونون ويتكاتفون في بيت الله سبحانه وتعالى. الحج كذلك فيه تلك النفرة الجماعية والتي تلتقي فيها أمة الإسلام من كل فج عميق، كما قال الله سبحانه وتعالى عندما أمر إبراهيم بأن ينادي في الحج، يلتقون على صعيد واحد في عرفة، يلبسون لباسا واحد وغير، هذا كله بعد اجتماعي. الزكاة كذلك، الزكاة يعني الإنسان له أن يقتني المال، ولكن لا يجوز له ولا يحق له وهو آثم إن كنز ذلك المال أو احتفظ بذلك المال لنفسه، ومن ثم فرضت عليه الزكاة عند بلوغ الحول والنصاب، ثم طلب منه كذلك الصدقات أن يتصدق، والصدقة لها شأن عظيم، والصدقة أمر اجتماعي، وكذلك الصوم أيها الإخوة الكرام. يعني نحن نصوم فرادى، أنا أجوع يعني لنفسي ولا يجوع معي أحد، وأتعب لنفسي وتتفطر قدمي إن قمت الليل لنفسي، ولكن فيه كذلك الصيام، فيه ذلك الجانب الاجتماعي. احنا ربما كاين عائلات لا تلتقي إلا في رمضان، وهذا بعد اجتماعي كريم وكما يقولوا مطلوب ومحبوب، والحمد لله رب العالمين أن جعل هذا الشهر ليلتقي فيه المسلمون. كما قلت، بعض العائلات تلتقي فقط في رمضان، على الإفطار تلتقي جميعا، بعد رمضان ربما لا يلتقون، هذه واحدة. الأمر الآخر هو زكاة الفطر التي سنتكلم عنها إن شاء الله بالتفصيل، ولكن زكاة الفطر هي تعبير اجتماعي، هي خلق اجتماعي، هي 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 خيط اجتماعي بين الصائم وأخيه الصائم المحتاج، حتى 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 لا يمنعه كما قلت ويكف عن السؤال. ثم ذلك الإحساس النبيل عندما أجوع، من معاني الصيام أن أحس بجوع الجوع، يعني احنا كما قال لي واحد، كان يتكلم واحد البارح، قال صرنا نأكل بلا جوع، يعني كاين الناس يأكل فقط من أجل يأكل وما هو جيعان، لا في الغداء ولا في العشاء، يعني يأكل فقط يعني لا يحس بالجوع. على الأقل أقل شيء أنه في رمضان عندما يجوع يحس بالجياع عبر العالم الآن، يعني الآن في العالم الإسلامي هناك جياع، حتى في الجزائر ربما ما عندناش كثير من الجيع، ولكن موجود ناس مساكن يجوعوا، نحس بهم. هذا بعد اجتماعي في هذه العبادة، عبادة الصوم. البعد الاجتماعي في الصوم كذلك أننا زيارة الأقارب، تفقد الأيتام، الأرامل، قفة رمضان، كسوة رمضان، وأنا أدعو إليها من هذا المنبر. أدعوكم أيها الإخوة الكرام إلى أن تتفقدوا أرحامكم، إلى أن تتفقدوا جيرانكم، إلى أن تتفقدوا الفقراء، إلى أن تطوفوا حول اليتامى والمساكين. كاين الناس والله وحقيقة والله ما عندهم شيء يفطروا، يجب أن نتفقد
القدم، عبر الجمعيات الخيرية، عبر المساجد. هذا بعد اجتماعي يعني مهم، يجب ألا نغفل عليه وألا نصوم لأنفسنا. يعني بعض الناس ممكن الماكلة يعني الأكل في رمضان راح نتكلموا عليه يعني يدخل في التبذير والعياذ بالله، وهذا أمر خطير جدا، وربما جاره جائع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والله لا يفلح، والله لا يفلح، والله لا يفلح. الصحابة تعجبوا، قال من يا رسول، قالوا من يا رسول الله، قال من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم أنه جائع. تصوروا أنتم كيف نشبع وإخواننا جائعون، كيف نشرب وإخواننا ربما ظمأ، كيف نلبس وربما يتيم بقربنا عار يحتاج إلى لباس. فالعبادة أيها الأخوة الكرام لا تكتمل، أقول لا تكتمل ولا تصير عند الله سبحانه وتعالى عبادة المقبولة إيمانا واحتسابا كما قلنا، إلا إذا كان فيها الخيط الرباني يعني مع الله سبحانه وتعالى، والخيط الاجتماعي الذي يربطنا بمجتمعنا وبجيراننا وبأهلنا وبأرحامنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يصومون إيمانا واحتسابا، وأن يصلوا أرحامهم، وأن يتفقدوا جيرانهم وفقراءهم. آمين، والحمد لله رب العالمين.